حسن الصلاح المقيم بمدينة الزقازيق. كما الطيب الكريم أسأل المولى العلي القدير ومن خلف العالم الجليل والشيخ الطبيب الشيخ محمد القطب الذي سينفعنا بأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ويمش راحلنا بالنفحات والتجريات. ايه يا ولاد؟ ميه معدنيه. مفيش ميه ولا ايه؟ كده. عايزين ميه للشيخ. اجيب لك شويه كمان؟ شكرا. اشرب ميه كده وايه؟ ظبط الرحله كده، ظبط الرحله خلاص يا منور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ونشهد أن لا إله إلا الله له الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. إذا وضع ابن آدم في التراب وانفض الناس من حوله ناداه رب العالمين جل جلاله قائلا: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله خير خلق الله وأحب الناس إلى الله، ومع هذا قال له مولانا: إنك ميت وإنهم ميتون. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وساروا على سنته إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، الساد الحضور في محراب الموت، نحن اليوم نجلس في توديع راحل كريم رحل عن دنيانا. إن سألت عن الرجال كان رجلا من أفضل الرجال،
الحاج ابراهيم عبده رحمه الله، كان بين الرجال رجلا وبين الابطال بطلا. شيمة الرجال فيه وكرم الناس الكرماء فيه، الواجب كان لا يترك واجبا الا اداه. في اي مكان ترى الحاج ابراهيم عبد موجود، في الواجب، في الافراح، في الاحزان. لكن ماذا نقول امام الذي قال جل جلاله: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. المهم ان الموت مكتوب على جميع الناس، غنيا فقيرا قويا ضعيفا كبيرا صغيرا، الكل سيترك الحياة الدنيا، لا يبقى الا من قال: كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. لا المال ينفع ولا الولد ينفع ولا البيت ينفع، وانما الذي ينفع هو ما قدمت من عمل لله، لان الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته ذات يوم وقال لهم: لقد كان معي جبريل الان وقال: يا رسول الله بلغ امتك بان القبر يقول لهم: اذكروني كل يوم، انا بيت الوحدة، انا بيت الوحشة، انا بيت الغربة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت الضيق، الا من وسعني الله عليه. القبر يقول: اذكروني كل يوم، لان مآلنا جميعا الى القبر، لان مرجعنا جميعا الى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. من التراب والى التراب، كلنا سندفن في التراب، كلنا سنخرج يوم القيامة من التراب، حينما ينفخ في الصور وينادي المولى جل جلاله على الارض: يا ارض اخرجي ما في بطنك من امانات. يخرج الناس من الاجداس سراعا كأنهم الى نصب يوفضون، يقفون في المحشر امام الله جل جلاله. هنا ينادي الله اذا وقف الناس في ساحة العرض على الله وبلغت القلوب الحناجر، نادى الله، نادى الله: يا ملائكتي اين اهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم قليل فيقال لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب. فتقول الخلائق: ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ يقولون: كنا اذا ظلمنا
أوشي إلينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. راحلنا الكريم حاج إبراهيم عبده كان من هؤلاء، كان من أهل الفضل، كان حليما، كان إذا ظلم يعفو ويصبر، إذا أشير إليه يحسن ويحلم. هذا الرجل عرفناه منذ سنين طوال، وكل المنطقة تشهد له بهذا، ولذلك إذا شهد أربعة أو اثنان للعبد عند الله عز وجل يقول الله لهم لقد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه، فما بالكم بأن جميع القرى، جميع قرى مركز الزقازيق والمراكز المجاورة تشهد لهذا الرجل بالصلاح وبالكرم وبتأدية الواجب. وهناك خير خلف لخير سلف ايضا، استاذ محمد ابراهيم عبده لا يترك واجبا الا اداه، في كل مكان نراه، في الافراح نراه، في الاحزان نراه، لا يترك واجبا هذا الرجل الا اداه، خير خلف لخير سلف هو اخوته. فهذا الرجل الان في عند الله عز وجل في رضوان الله وفي كنف الله وفي رحمة الله. هذا الرجل ندعو الله جل جلاله ان يتغمده بواسع رحمته، اللهم افسح له في قبره، اللهم اكرم نزله، اللهم جاف الارض عن جنبيه، اللهم اجعل ملائكة الرحمة في استقباله، اللهم اجعل قبره نورا، اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن امامه نورا ومن خلفه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا، واجعل قبره نورا مد البصر يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره بابا يوصله الى روح وريحان وجنة نعيم، اللهم ادخله جنات تجري من تحتها الانهار، احشره يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ندعو الله جل جلاله ان يلهم الجميع، لا اقول قرية بهجات فقط، ولكن كل القرى المجاورة، يلهمهم الصبر والسلوان. ونقرأ جميعا الفاتحة لروح متوفانا، واقدم العزاء، لا احب ان اذكر اسما باسمه، اقدم العزاء باسم جميع قرى مركز الزقازيق وقرى مركز منيا القمح ومركز بلبيس والمراكز المجاورة، اقدم العزاء باسم مديرية تموين الشرقية وادارة تموين الشرقية، اقدم العزاء باسم مديرية كهربة الشرقية وادارة الكهرباء هندسة القرى بالزقازيق، اقدم العزاء باسم وزارة الري ومديرية الري بالشرقية، اقدم العزاء اليكم جميعا الى الاخ الكريم الفاضل استاذ محمد ابراهيم عبده رئيس مكتب تموين العصموجي، والى الاخ الكريم الحاج رضا الري حاج محمود، الاستاذ احمد ابراهيم عبده، الاستاذ محرز، والحاج الشافعي، وعائلات خوتا جميعا، نقدم اليكم هذا العزاء كما اقدمه باسم الذي اوصاني تليفونيا لانه خارج البلاد في مهمة رسمية لمجلس النواب، الاستاذ لطفي عثمان شحاتة، وارسل اخيه الاستاذ ناصر شحاتة، ابلغني واوصاني ان اقدم العزاء باسمه حتى يحضر بنفسه عند حضوره من الخارج ان شاء الله، باسم الاسرة المصابة، باسم القرى جميعا، باسم جميع عائلات بهجات، باسم جميع عائلات خوتة المتفرعة والعريقة في جميع المحافظات، نقول لكل من حضر تقديم العزاء
وسيادة المستشار سعد خوتة واخوته، نقول لكل من حضر تقديم العزاء شكر الله سعيكم جميعا، غفر الله ذنبكم جميعا، البقاء والدوام لله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلمات في حق راحل الكريم لا تقام الا بالسعادة، فراحل الكريم عاش الحياة بالادب والخلق والواجب، ودائما لا نزكيه على الله في شيء، لكن هذه حقيقة قيلت في حقه، وهذه شهادة سمعناها باذننا ونراها الان باعيننا. الجميع اتى ليؤدي الواجب في جميع محافظات الجمهورية لعلم الواجب وقاد العرب العمدة الحاج ابراهيم عبده، كما اقدم الشكر الى مدير ادارة التربية والتعليم الاستاذ السيد نحلة، واقدم الشكر الى عمد ومشايخ وقضاة العرب الذين اتوا ليقدموا واجب العزاء، كما اشكر صاحب مخازن الفراشة الحديثة علم الفراشة بمصر والوطن العربي حاج خالد محروس الصغير واولاده الاعلام، اقدم الشكر الى صاحب الهندسة الإذاعية ولؤلؤة الأنوار حاج محمد محروس وأولاده الأعلام، أقدم الشكر إلى صاحب الخدمات الفلكية المتميزة المتر محمود حسين الدولي، أقدم الشكر إلى عميد مصورين الجمهورية وصاحب المدرسة الكبرى لتصوير الحفلات القرآنية المهندس العالمي ناصر صلاح. جماعة الطيب الكريم دقائق ويتواصل العطاء مع معجزة سيد الأنبياء في ليلة تكريم الوالد الكريم الذي تعتز الألسنة بذكره، لأن العيون قد بكت عليه والقلوب حزنت عليه. أقدم الشكر إلى العمدة الحاج مصطفى الغابة.